تمر، خلينا نستغل فرصة الأعياد وأيضا مر علينا شهر رمضان لنقدر نحن نزرع قيم ونستثمر هالقيم بأطفالنا. كيف إذا كان هلأ الدنيا عياد والأطفال دائما بحبوا العيد، بينتظروا العيد. العيد مو بس ألعاب ولا أكلات طيبة، العيد أيضا هو قيم أخلاقية وقيم تربوية وعرف نحن متعارف عليه نزرعه فينا بأطفالنا، فينا نزرعه أيضا ونرسخ هاي القيم. نستغل فرصة الأعياد ليسألونا أطفالنا ليش اليوم عيد، لنقول لهم أنه اليوم عيد لأنه نحن منكافئ حالنا خلال شهر نحن صمناه، منكافئ حالنا فيه. مزبوط. ضيفتنا رح تجاوبنا على كل هالأسئلة. بصرنا نرحب بهبة موسى، أخصائية تربوية. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير هبة. يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بخير، والصباح العيد. صباح العيد. صباح العيد بيكون يوم مميز على الأسرة كلها. خلينا نحكي بالبداية كيف نقدر نحن نشارك أطفالنا المناسبات الاجتماعية ونزل نزرع لهم القيم ونفهمهم مثلا شو يعني العيد برأيك؟ تمام. نحن بنبلش أول شيء بالخمس سنوات الأولى، هي اللي بتبني شخصية الطفل. الخمس سنوات الأولى بيكون العالم للطفل هو أبوه وأمه، يعني البيئة الأسرة، البيئة الصغيرة. خليني أقول لما بتكون هي البيئة الصغيرة زرعت القيم التشاركية اللي بتصير، مثل ما قلتي بالمقدمة حضرتك إنه العيد مثل مكافأة، فنحن بنقدر نستغل بهذا الموضوع. بس بالوقت نفسه بدنا نزرع قيم مثلا إنه العيد عطاء الفقير، إنه نحن مو لحالنا، التشاركية الاجتماعية، لأنه هي فرصة بالخمس سنوات الأولى نزرع مثلا التماسك المجتمعي. ممكن العيد بدمشق غير العيد بطرطوس، غير العيد بالمحافظات، كمان هذا نوع من أنواع التقارب بين المحافظات. التماسك المجتمعي بيريح لما بنعرف إنه في أغنياء، في فقراء، في الأغنياء بيعطفوا على الفقراء، بيتعاطفوا مع الفقراء، هون بيكون الموضوع. وبعدين في قيم ممكن تكون العيدية، العيدية هي فيها قيمة وفيها بناء شخصية كتير منيح. هاي فرحة الطفل بتكون بالعيدية، بينطروا العيد، بينطروا العيد كرمال العيدية. صحيح. هلا بنعطيهم العيدية، أنا ما بقول لك لا، بس ما بنعطيهم إياها من مبدأ إنه شو رأيك تصمد، يعني نعمل جانب اقتصادي بهذا الموضوع. شو رأيك تصمد منه إنه ما يصرفوا كله؟ أي أحسن. شو رأيك مثلا تتشارك مع حدا بالشارع إنه ممكن تعطيه شيء تفرحه أنت كمان، تكون مصدر لهذا الفرح. بصير في حاجة للإنجاز، بصير أنجز إنه هو عرف حاله إنه مصدر فرح، يعني ما صار الفرح بس على الأسرة، وزعنا الفرح للكل، قدرنا وزعنا قيم للكل، وقدرنا تعاطينا إنه العيد نستغله ببناء الشخصية كتير لذيذ. جمعت العيلة، بجمعت العيلة أول يوم العيد، الأجيال ممكن لتكون الجد والأب والولاد، هدول الأجيال تبادل خبرات، هاي فيها كتير قيمة بأنه تبادل خبرات. كيف كنتوا مثلا الست والجد بيقولوا لك هاي أهم شيء، كمان بيقولوا لك كنا نعيد هيك، كنا نعيد هيك، اختلفت أحيانا بس حلو حلو يطلع على الأجيال. تمام. يعني حلو مثل ما كنا نروح نحن نزور أقاربنا أيضا، ناخذهم يزوروا بيت ستون وجدون، هيدا شغلة كتير مهمة، لأنه هلأ بعصر التكنولوجيا هبة عم نشوف ما بقى في زيارات، عم نشوف انه الولد عياد اخذ الموبايل اشترى لعبة جديدة، نسي انه عنده مثلا ست وجد. الولد دائما بيحب ست وجده بس ما بيحس بانه ممكن يفرحهم بجيته لعنده. تمام عزيزتي. لانه نحن ليش عم الاب والام، الست والجد، انت تواصل اجتماعي، انت بنيتي شخص يتواصل مع الجيل الجديد، بنيتي شخص يقدر ياخذ ويعطي مع الجيل القديم ويحترم القيمة الكبير. فهون التواصل الاجتماعي قد ايه صارت متماسكه الاسره، قد ايه صار في فرق. وبالاضافه بالتكنولوجيا مثل ما قلتي، التكنولوجيا لها دور كثير للاسف استهلاكي وسيء. للاسف يعني حتى نكون واقعيين، انه عم يلعب كل الوقت. طب انزل حرك حالك، حرك احكي نشاط، احكي مع رفقاتك، احكي مع اخواتك، احكي مع خليني اقول حدا مقرب، يعني حديث حي. نلاقي عوامل مشتركة مع الشخص الآخر. للأسف نحن ما عم نلاقي العوامل المشتركة غير إنه نكون على الموبايل، فبدنا نوعى لهي القصة. وللأسف يعني أحيانا نحن بنغلط، يعني نحن الكبار بنكون على الموبايل وبنقول له اترك الموبايل،
فكيف بده يشوف القدوة إن إحنا نكون على الموبايل؟ كمان بدنا نوعى لحالنا يعني نعترف، لأنه عم يشوف إنه بيقول لك مثلا خالتي ماسك الموبايل، بيقول لك أبي ماسك الموبايل، طب أنا شو زودني لازم أمسك الموبايل؟ بينما مثلا لو تمشي من أول الشارع لآخره مع العيلة بتلاقي إنه رياضة، هوا نظيف، بتلاقي صار في تشاركية فعاليات مع العيلة. نعم. بصير بيقول امتى العيد الجاي مشان نطلع مثل مشوار العيد اللي قبله. بصير في عنده حماس بهي القصة. هي عند الاهل المتفاهمين واللي فرحانين بالعيد. في عنا اهالي تانيين بيكونوا مثلا العيد بتحسي معصبين انه التزموا باولادهم انه حياخذوهم مشوار، يعني حتى اذا بدهم يعطوهم العيديه مثلا لاولادهم كله هيك بتحسيه بغصه، يعني حتى بياخذوهم مشوار وقالبين وشهم، وحتى يعني ما بيعطوا الطفل فرحه العيد. خلينا نحكي عن هدول الاهالي الموجودين وهن بالواقع اكيد، خلينا نحكي عنهم، انت شو ممكن تنصحيهم؟ يعني هذا كثير يعني نقطه كثير مهمه نحكي فيها. 100% نقطه كثير مهمه. معصبين ليش؟ هن ما لا لا انا مثلا عم بسال الاهل انه معصبين ليش؟ طب العيد فرصه، طب اوكي كلنا مضغوطين وفي ضغوطات اقتصاديه موجوده وواقعيه هذا، طب ريحوا حالكم من الضغوطات. احيانا ضحكه صغيره او حاله تشاركيه صغيره إلى دور مع الاولاد. غير هيك وهيك المعصبين بيكون مثلا اذا بدنا ناخذ كمان من الجانب النفسي، ممكن يكون الاهل ما عندهم للاسف نشاطات بالعيد، فهن ورتوها. ليش نحن بدنا نوعي الاهل من هلا؟ ورتوها انه عائلته ما له مهتم فيها، او عائلته مثلا بيقول لك ابي وامي، مثلا الاب والام بيقول لك ابي وامي ما كانوا يحتفلوا بالعيد، بيقول لك ابي وامي ما كان لهم نشاطات، معناتها ورتوها، معناتها بدنا نشوف الاب والام شو صار فيهم. اي شغله، الشغله الثانيه العيديه هلا ضغوطات اقتصاديه، حتى نكون واقعيين مو ضروري تكون بالحد الاقصى. تمام. ممكن تكون شيء صغير، ممكن تكون ممكن مشوار صغير هو يكون عيدية العيد، ما ضروري شيء مادي، بس هن ما عم بيستوعبوا هاي النقطة المهمة. فرحوا اولادكم بالعيد. يعني امبارح انا طلعت شفت يعني عن جد اهالي مبسوطين واطفالهم مبسوطين، واهالي هيك اللي عم تشد ابنها واللي مثلا تاخذه مثلا على يلا وعجل، اللي مثلا ابنها اشتهى على شغلة مثلا صغيرة على اكلة يمكن تكون هي عن جد بسيطة ما تشتري له اياها، تبكي ابنها بالعيد. يعني نحن عن هدول الاشخاص بدنا نحكي. يعني وبعدين الاهالي لما انا بشوف فرحه ابني ممكن تنعكس علي بهذا الموضوع. وكمان بدنا نستغل انه موضوع نحن للاسف ان شاء الله الله يخلصنا من كورونا ان شاء الله بناخذ الفلا، ناخذ الاماكن المفتوحه قديش بتكون صحيه. شفتي الشمس، شفتي الخضار، شفتي الاطفال مثل ما قلتي بالجناين، شفتي الاطفال صار في تشاركيه، هي القصه. بس انه يلا وخلص خلصني ومتضايقه ومدري شو، يعني طلعنا جيل ثاني كمان ما له ذكريات بالعيد، يعني طلعنا جيل ثاني ممكن بالنسبه له العيد انه هلا وقت العيد، رغم انه يعني طلعنا من قيام العيد، طلعنا من انه العيد فرحه. خلينا نكون الفرحه بابسط الحدود، مثل ما قلتي العيديه بابسط الحدود ممكن تكون، لازم نكون واقعيين بالمحيط اللي نحن فيه، بس بابسط الحدود ممكن تريح. صحيح. ممكن صباح الخير كل عام وانت بخير، هي عيديه مع ابتسامه، هي عيديه 100% دائما. او وعد، نحن بدنا نستغل الاهالي احيانا بيكونوا مثلا كدراسه كشيء للاطفال، وعد انه مثلا جيب علامات منيحه لحتى اعطيك شيء بالعيد او جيب لك هديه بالعيد. بهذا الموضوع يعني دائما هبه ضغوطات الحياه اللي احنا عايشينها او الاهل عن جد عم تنتقل للاطفال بعيد، بعيد وغير عيد. يعني مثلا ماما بكره عيد، ايه اني عيد ما عندنا عيد، في كثير مصاري للعيد وما بنسمعها. العيد ممكن يكون مثل ما قلتي بكلمه كل عام وانت بخير او انت بخير، بحضن دافي، بورده، ممكن ما يكون هالاكلات كثير موجوده، ولكن لمه العيله هي بتفرح الطفل. قد ايه مهم انه الاهل يديروا بالهم للشغلات اللي عم يلقنوها للطفل. يعني العيد له قيمه، ايه بده يضل له قيمه، سواء في مصاري ولا ما في مصاري، في اكل كثير ولا ما في اكل كثير، كله
يعني ما بيبرر انه والله نحن نقوله للطفل ما فينا نطلع. فيك تطلعي على الجنينه وتلعبيها بالمرجوحه، وفي عنا بتعرفي حدائق ملانه، ما ضروري يروح على المول ويدفعوا مصاري بالمول. يعني هلا مشان الكل عم يحضرنا نكون صريحين وشفافين، فيك تمشي تنزلي مع ابن الجيران تلعبي لعبه انت بالبيت ممكن يفرح فيها. هي هي بدي اخذ منك موضوع اللعبه، ممكن نحن نستغل الاكل نعمل له انه انجاز، انه فوت ساعدني بالمطبخ او فوت ساعدني شو بدنا نعمل بالمطبخ. هي لحالها فرغتي الطاقه اللي فيه، عمل انجاز انه انا ساعدت ماما بالعيد. جمله ما في عيد شو بدنا نعمل بالعيد، حرام بهذا الموضوع، نحن عم نهدم الجيل اللي الجاي بهي الجمله. طب ليه ما في عيد؟ ليه يعني الضحك لما بنضحك كم عضله بنشغل وبتفيدنا بوشنا وبتفيدنا اي تمام، كم عضله رياضه بهذا الموضوع، مجرد بسمه. ولما بنعملها هي البسمه بتصير عاده، ممكن نرسمها اول فتره اللاوعي بنرسمها، ممكن تطلع رسم ما لها طبيعيه، بس مع العاده ممكن تصير طبيعيه. العيد نقدر نتعامل معه انه هو على فكره كل العيد كل سنه بيتغير، ما بيتغير وقته ثابت، يعني احنا ما هنتفاجئ. فالضغوطات الاقتصاديه ممكن نستثمرها اثناء السنه، نقول نشيل هي للعيد، نشيل هي للعيد، نشيل هي للعيد. فلما هو وقته ثابت نحن استثمرنا، عملنا مثل ميزانيه صغيره انه شو ممكن نعمل بالعيد، فرحنا الولد، فرحنا حالنا، عدينا الفرحة. بصير مثلا مثل ما قلتوا انه مع الاطفال التانيين، يعني احيانا نحن بجيل الخمس سنين او الست سنين انه الاطفال مع بعضهم، انا ما عندي عيد بالبيت، لا انا عندي عيد، بصير هاي المقارنات قديش بتأثر على نفسية الطفل، لا انا بقدر، لا انا ما بقدر بالعيد هي، او انا ما بيعطوني عيدية، او ما بروح عن جدي وستي. بين طفلين يعني انت فتي على بيئتين مع بعض، هاي الكلمه تبع انا بقدر او انا ما عندي هديه او ما بروح عند جدي وستي، يعني انت ضربتي بيئتين، فكبرت هذا الموضوع. لا نحافظ على القيم وننتبه على شغله انه نحن ما نعلي توقعاتنا زياده عن اللزوم. يعني بدنا نعمل مثل فلان عيده كامل بالحلو باللبس الثياب، بدنا نعمل، طب هو فلان ممكن مرتاح ماديا، نحن مالنا كثير مرتاحين ماديا، لا نقارن. لما بنعلي سقف التوقعات ومنقارن بصير تعب، بنرجع على موضوع تعب الاسره انه ما قدرت قصرت، فهي كمان بدنا ننتبه عليها. هي نقطة كمان كتير حلوة اللي حكيتيها. نحن هلا بهالوقت كتير منشوف غيرة، منشوف ما حدا عاجبه حياته، انه الحياة معاجبته للأطفال والمراهقين، واللي هذا الشيء عم بيأثر عليهم، عم بيصير عندهم اكتئاب، ما عم بيركزوا بدراستهم، ما عم بيركزوا بحياتهم بسبب مثلا ممكن صورة بالسوشيال ميديا، انه نحن ليه ما عنا هيك؟ نحن ليه فرحتنا بالعيد مو هيك؟ انتوا ليه ما سفرتونا؟ انتوا ليه ما اخذتونا؟ وهي الحياة هي ابسط من هيك، يعني انا بلاقيها مثل ما قلتي انت، الواحد يفيق بابتسامة، يعمل قصة حلوة، يشارك اطفاله شو حابين انتوا نعمل اليوم، شيء بسيط، شيء واقعي، ممكن بقصة بلاده الام تشارك بنتها، او بصنع البلاده تقعد تلعب فيه البنت بطريقة حلوة تحسسها بفرحة العيد كهدية للعيد يلي ما عنده. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع، وهي أكيد بتبلش من الأهالي، الأهالي بس يغيروا ويقارنوا حتنتقل هذا الشيء لأطفالهم، حتى الواقع ما حيحبوه. 100% عزيزتي حديثك 100%، المقارنات هي إلى دور تمام. المقارنات بتفرق بهذا الموضوع. الأم لما بتفوق مثلا بتقلها لبنتها بعد رمضان اعملي لي فنجان القهوة، أو قومي نعمل فنجان قهوة أنا وياكي، قديش هي بتفرق. أكيد. نطلع من موضوع المقارنات، لانه نحن بنعرف انه كل حدا له بصمته الخاصه تمام. من ناحيه انه الماديات، من ناحيه انه نحن قادرين نعمل شيء نتميز. ممكن على فكره الناس اللي عندهم كثير خليني اقول لك متطلبات حلو عالي او شيء، على فكره بيحسدوا الناس اللي عندهم متطلبات خفيفه، بيقولوا انه خليني اتمكن من هذا الموضوع. يعني لها توازن، خلينا نحاول نعمل حالات توازن. حالات التوازن بتريح، بتريح الاهل مثل ما قلتي، لما الاهل ما بينضغطوا بدي اعطي عيديه الرقم الفلاني، فلان اعطاني العيديه بدي اعطي الحلو الرقم الفلاني، طب انا شو وين وصلت؟ تمام تعبت نفسيا، تعبت ضغط نفسي، زودت ضغط نفسي.
فلنفرض العيد أطلق، فلنفرض نحن مو قادرين نعمل ولا شيء، نستثمر مثلا انه بدنا ننام، هي النوم نريح حالنا بالنوم، هي بأدنى أدنى أدنى الحدود. لأنه في كثير عرب ببلدان عربية عندهم حجر هلا أو حجر بفترة الأعياد، فلازم ننبسط نحن مع أولادنا بفترة العيد سواء كنا بالبيت أو برا، ونرسم الفرحة لأنه هو العيد فرحة على وجوه أطفالنا، هذا شيء كثير مهم. شكرا لإلك، شكرا لوجودك معنا. أكيد مثل ما قالت سمر بأشياء بسيطة ممكن نحن نفرح أولادنا، يعني حديثنا معك هبة جدا جميل وجدا مهم، وعن جد نحن بدنا نشكرك على المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم، كل عام وانت بخير. عيدكم سعيد. وعيدك يا رب عليك وعلى جميع عائلتك.